السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بنا في الحلقة الثالثة من استعداد الامتحان الوطني. إذا للتذكير، فالحلقة ديال اليوم غادي نشوفوا فيها فقط التمارين الخاصة بالخبر الوراثي كما قلت لكم في الحلقة الثانية. إذا فالحلقة الأولى والثانية شفنا فيهم المعلومات المهمة ديال الخبر الوراثي. إذا هكا غنديروا، غنكون نخدموا درس بدرس، وكل درس نعطيكم المعلومات المهمة اللي خاصك تعرف، ومن وراء غنديروا التمارين. متفقين؟ إذا هنا عاوتاني غتلقاو الانستغرام ديالي، وغتلقاو فيه جميع التمارين اللي ممكن انها تحط. غنبقى نحط لكم دي ستوري على كيفاش غادي نستعدوا للامتحان الوطني. اذا هنا كاين سلاسل، هذه خاصه بالانترناسيونال، هذه غنديرها في الحلقه الرابعه، يعني في الحلقه الجايه غنخدم تمارين ديال الانترناسيونال، فيها تمارين ديال امتحانات وطنيه. بينما في هذا الفيديو ديال اليوم غنبدا معكم بوطني 2018 بالنسبه للمسلك العادي. اذا للتذكير، فهاد السلسله فيها أربعة ديال التمارين، ثلاثة ديجا صحيتهم غادي تلقاهم في اليان ديسكريبسيون، واليوم غنخدم معاكم جوج ديال الوطنيات، وغنبداو بوطني 2018. إذا بالنسبة للوطنية تحط العام اللي فات فعطاهم مرض السكري. إذا مرض السكري قال لك بأن السكر أو سكر الجليكوز مي كناخدو في الجسم ديالي، فالجليكوز يتم تخزينه في الكبد على شكل جليكوجين. الجليكوز كيتم التخزين ديالو على شكل جليكوجين انطلاقا وبتحفيز من عدة أنزيمات. اهم هاد الانزيمات اللي عطاوني هو الجليكوكيناز. هاو هنا كاين جليكوكيناز. اذا انزيم الجليكوكيناز هو اللي كيساهم في تحويل سكر الجليكوز الى جليكوجين. متفقين؟ اذا الاشخاص اللي ما عندهمش الجليكوكيناز خدام مزيان، يعني فيه مشكل، واش يقدروا يحولوا الجليكوز لجليكوجين؟ بطبيعه الحال لا. اذا اللي ما عندوش الجليكوكيناز فعال لن يتم تحويل او تخزين الجليكوز في الكبد على شكل جليكوجين، وبالتالي غيبقى عنده السكر دائما مرتفع في الدم، وغيعطيه مرض السكري. اذا اليوم اللي غادي ندرسوه غندرسو علاش ولا كيفاش وقع مشكل في هاد الجليكوكيناز. اذا اولا عطاونا جوج ديال الوثائق، عطاوني وثيقه واحد هي هذه وثيقه واحد، وهذه وثيقه جوج. متفقين؟ الوثيقه جوج عطاو لي على شكل مبيان. مبيان هذا المحور فيه نشاط الجليكوكيناز، نشاط الجليكوكيناز، وهنا عطاوني تركيز الجليكوز في الدم، وعطاوني شخصين. اذا الشخص المصاب هو هذا اللي بلون اسود مثلا، هذا شخص مصاب، بينما الشخص العادي هو هذا، هذا شخص عادي. اذا كيقول لي وصف، وصف لي الوثيقه. ملي كتسمع وصف او حلل داكشي اللي عطاه لك على شكل مبيان او على شكل جدول، كتحولو نتا على شكل نص، على شكل فقره، يعني كتوصف داكشي اللي شفتي كتكتبو، واش كاين انخفاض، استقرار، انعدام، صافي هادشي اللي كاين. دونك الوصف والتحليل فهو شي حاجه اللي هي سهله، غير عطاوني واحد المبيان ولا واحد الجدول كنحولو على شكل وثيقه. اذا شنو غادي نقول؟ مين غنبدا بالوصف كندير داكشي على شكل عوارض. انا عفوا ماشي المقارنه، بينما عندي الوصف. اذا عندي الوصف، ها هو الوصف، كندير الوصف جوج نقاط، كندير عارضه اولى، عارضه اولى، وغندير عند الشخص العادي. جوج نقاط، اذا كندير عند الشخص العادي، والعارضه الثانيه كتكون عند الشخص المصاب. اذا شنو كنلاحظ عند الشخص العادي؟ عند الشخص العادي عند ارتفاع، عند ارتفاع تركيز الجليكوز في الدم 5 10 15 20، شنو كيوقع النشاط ديال الجليكوكيناز؟ كيرتفع، كيرتفع نشاط الجليكوكيناز في الدم. اذا كل ما زاد الجليكوز في الدم كل ما الجليكوكيناز كيخدم باش يحول الجليكوز لجليكوجين. اذا غنديرها، اذا عند ارتفاع تركيز الجليكوز في الدم يرتفع تركيز، ولا عفوا يرتفع نشاط، حيت هنا عطاوني في المحور نشاط، يرتفع نشاط، يرتفع نشاط الجليكوكيناز. مزيان، دابا ندوزو عند الشخص المصاب. اذا عند الشخص المصاب شنو كنلاحظ؟ رغم ارتفاع تركيز الجليكوز في الدم، واخا كيتزاد الجليكوز في الدم كيبقى نشاط الجليكوكيناز ضعيف. اذا غنديرها، رغم ارتفاع
تركيز الجليكوز في الدم يبقى نشاط الجليكوكيناز شبه منعدم، كيبقى شبه منعدم. إذا هذا بدرش مقارنة. جاو في السؤال باء قال لك فسر الارتفاع المستمر لنسبة السكر في الدم المصاب بمرض مودي 2. مرض مودي 2 هو مرض السكري في هذه الحالة. إذا قال لك فسر ليا، فسر. إذا شنو غنقول؟ عند الشخص المصاب نشاط الجليكوكيناز ضعيف، يعني الجليكوكيناز ما خدامش، وبالتالي لن يتم تحويل الجليكوز الى جليكوجين، حيث سيظل الجليكوز مرتفع في الدم وبالتالي الاصابه بمرض السكري. تفكير هذا الشيء اللي غادي نكتب. اذا هذا باء. اذا اولا باء، عند الشخص المصاب، عند الشخص المصاب شو كنلاحظوا؟ نشاط الجليكوكيناز يبقى ضعيف، وبالتالي عدم تحويل الجليكوز إلى جليكوجين، حيث يبقى تركيز الجليكوز مرتفع في الدم، وهذا ما يفسر الإصابة بمرض السكري. إذا هذا اللي كان بالنسبة للسؤال الأول، غير كنوصف وكنفسر. إذا لتحديد الأصل الوراثي لهذا المرض نقترح الوثيقتين 3 و 4. تقدم الوثيقة 3 جزءا من الخييط القابل للنسخ. إذا أعطوني خييط قابل للنسخ، نديرو هنا خييط قابل للنسخ، هذه كمعلومة مهمة. أعطوني خييط قابل للنسخ للمورث المسؤول عن تركيب أنزيم الجليكوكيناز عند الشخص سليم وآخر مصاب بمرض السكري مودي 2. وتعطي الوثيقة 4 مستخرجا من جدول الرمز الوراثي. إذا أعطونا الأدين ديال الشخص العادي اللي كيعطيني الأنزيم، الأنزيم عبارة عن بروتين عند كل من الشخص العادي والشخص المصاب. إذا السؤال اللي وراه كيطلبوا منا في السؤال الثاني أننا نعطيو سلسلة الأحماض الأمينية. إذا باش نجبد سلسلة الأحماض الأمينية ضروري أن كنجبد الأي غير ميساجي، وعاد كنجبد سلسلة الأحماض الأمينية أو البروتين. إذا كيفاش كنجاوب على هذا السؤال؟ إذا كما قلت لكم في الفيديو اللي داز، فأنا كنقسم على الشخص العادي والشخص المصاب. إذا هنا غادي نديرو ثانيا عند الشخص العادي. إذا شنو غادي نحط؟ غنحط الأدين، وغادي نحط الأي غير ميساجي، وغادي نحط سلسلة الأحماض الأمينية. إذا غادي نحط الأدين اللي عطاوني. إذا الأدين اللي عطاونا، إذا عطاوني سي أ سي، سي تي جي، سي تي سي، تي سي جي. إذا باش نربحو الوقت فأنا حبست الفيديو ودرت الاستنساخ والترجمة، ولكن غنوريكم كيفاش درنا هذا الاستنساخ والترجمة. إذا أول معلومة خصني نعرف بأنهم عطاوني خويات قابل للنسخ. إذا ديما رد بال واش عطاو قابل للنسخ ولا غير قابل. راه في الحلقة الثانية قلت لكم الى عطاكم غير قابل للنسخ خاصك تردو منسوخ عاد تجبد الاي غير ميساجي. اذا هذه العمليه كنمشي من خويه قابل للنسخ في اتجاه اي غير ميساجي، ومن اي غير ميساجي في اتجاه بروتين، والبروتين عندي في التمرين هو الجليكوكيناز. اذا كتبت لكم هذا الاديان ديال الشخص العادي، متفقين؟ هنا غنجبد الاي غير ميساجي. اذا هذه البارتي كامله فهي خاصه بالشخص العادي، وهذه البارتي بالشخص المصاب. عقل كندير شخص عادي كنحط الـ ADN ديالو الـ AI غير ميساجي سلسلة الأحماض الأمينية، وكنعاود نفس الحاجة بالنسبة للشخص المصاب. إذا عندي CAC شنو غتولي؟ C غادا تولي J، A غادا تولي U،
والصيغه لا تولي جزء. اذا هانت ديما عندك ADN ARN M، اذا فا A كتولي U و T كتولي A و C كتولي G و G غادا تولي C. فهذا الشيء سهل بزاف و خصني نربح فيه النقاط في الاستنساخ و الترجمة، خصنيش نزقلهم، راه اسئلة اللي هما بساط ماشي صعب. اذا من درت الاستنساخ ديالي ها انت مثلا C T G غادا تولي G A C، نفس العملية حتى كملنا ال ARN M. اذا من بعد غادي نجبد سلسلة الاحماض الامينية، فهادشي ما كنحفظوش، هادشي كيعطيوني جدول كنخدم بداك الجدول ديال الرمز الوراثي، كنقلب غير على جي يو جي كنلقاها هي الفالين مثلا، وكنكمل الاحماض الامينيه. دابا غنجي عند الشخص المصاب، اذا نفس العمليه، خليت حبست هنا باش نوريكم كيفاش عاوتاني غادي نقول اي غير ميساجي. دونك عندي سي ا سي غتولي جي يو جي، هنا عندي سي تي جي، اذا سي تي جي غتولي جي ا سي، هنا يو ا G، هنا A G C U C U و G C A. دائما ال ADN 3 بريم 5 بريم، هنا 5 بريم 3 بريم، وبطبيعة الحال ال ADN القابل للنسخ ولكن يكون 3 بريم 5 بريم. إذا سلسلة الأحماض الأمينية G U G فنفسها هي هذه G U G، دونك فالين. هنا G A C هاهي جي A C نفسها غنحطها، هنا U A G، U A G من غنجي غنقلب غنلقاها وحدة بدون معنى كودون ستوب، دونك خصني نحبس نهاية الترجمة. ما تجيش تكتب لي ستوب، ما تكتبش ستوب في الورقة، إلا درتي ستوب خاطئ، ولا درتي ستوب وكملتي حتى هي خاطئ. ملي كتلقى ستوب كتعني نهاية الترجمة، كتحبس ما كتكتب والو، هاديك ستوب كاع ما كتكتبها، متفقين؟ اذا هادشي اللي كان بالنسبه للسؤال التالي. اذا السؤال الثالث، السؤال الثالث كيقول لك فسر علاش هاد الشخص مصاب. الا عقلتوا معايا، فاحنا شفنا في الاول انزيم الجليكوكيناز، هذا هو اللي كندرسو حنا. دابا الشخص المصاب واش تركب عنده الجليكوكيناز؟ ما تركبش، ما كيتصاوبش عنده هو اصلا الجليكوكيناز، يعني واخا كيدخل عنده الجليكوز ما كيوليش جليكوجين، حيت الجليكوكيناز غير فعال. اذا ديما كنعقل على هاد العلاقه هادي، ها هي علاقة موريتة بروتين، ديما عندي علاقة موريتة بروتين، موريتة هي ADN هو هادشي. إلا تبدلات الموريتة كيتبدل البروتين، ولا تبدل البروتين كتبدل الصفة. إذا مادام أن الصفة تبدلات، فشكون اللي تبدل في الأصل؟ فالADN هو اللي تبدل. إذا كترجع كتقلب على الطفرة، الطفرة هو تغير في الأديان. عقل معايا، ملي كتسالي هذا الشيء أول حاجة كتقلب عليها باش تفسر المرض هي الطفرة. كيفاش كنلقى الطفرة؟ كما عقلتوا معايا في الفيديو الثاني، الطفرة باش نجبدها كنبدا نقارن من اليسار، كنقارن الأديان من اليسار، غنقارن الأديان هذا، غنقارن ADN مع ADN، ماشي نقارن الأي غير ميساجي مع الأي غير ميساجي، لا الأديان مع الأديان. إذا ها أنت عندي سي أ سي، سي أ سي متبدل والو، سي تي جي، سي تي جي متبدل والو، عندي سي تي سي، هنا أ تي سي، دونك هنا تبدلات واحد الحاجة، هنا عندي سي تي سي، هنا أ تي سي، دونك لاحظ سي شنو ولات؟ ولات أ، إذا غير سي ولات أ، هادي طفرة استبدال، وباش كنتأكد بأنها طفرة استبدال ماشي حذف ولا إضافة، كيبقى نفس الترتيب تي سي تي سي تي سي جي تي سي جي ار جي ا ار جي ا، كيبقى نفس الترتيب. اذا بحال بدلت شي حاجه بحاجه، اذا هنا كاين طفره استبدال. اذا كيفاش كنجاوب على التمرين؟ ركز معايا وكتب هادشي اللي غادي نقول. اذا نلاحظ حدود طفره استبدال النكليوتيد سي بي تي، نلاحظ حدود طفره استبدال، كندير نلاحظ حدود طفره ديما وطفرة استبدال، نلاحظ حدود طفرة استبدال النكليوتيد سي بي تي على مستوى الثلاثية رقم 279، كنعطي الرقم ديالها 279، مما أدى إلى ظهور وحدة بدون معنى وبالتالي توقف تركيب بروتين ولا أنزيم الجليكوكيناز
وهذا ما يفسر الإصابة بمرض السكري. إذا أقل معايا كنبدا ديما بنلاحظ حدود الطفرة وكندير النوع ديالها، مما أدى إذا كانت وحدة بدون معنى كندير نلاحظ ظهور وحدة بدون معنى، وبالتالي تركيب أنزيم غير فعال ولا غير نشيط، وبالتالي عدم تحويل الجليكوز إلى جليكوجين، حيث يبقى الجليكوز مرتفع في الدم، وهذا ما يفسر الإصابة بمرض السكري. إذا هكا غادي نكون كملت التمرين وغنكون ضمنت جوجونس ديالي في التمرين هذا، متفقين؟ إذا دابا غنشوفو تمرين مغاير ونشوفو شكل التمرين الثاني اللي كنقترح عليكم في هذا الفيديو، هذا هو وطني 2017 الدورة العادية. إذا بالنسبة لهذا التمرين فحتى هو اللي تلقاه في ليان ديسكريبسيون في السلسلة، يعني حاول تخدمو راسك، هو واحد التمرين اللي فيه واحد شوية ديال لي بياج، متفقين؟ إذا شنو كيعطيونا في هذا التمرين؟ عطاونا بأنه عندنا نشوفو الصبغة ديال الريش عند بعض الطيور. إذا غيعطيونا صفتين، كاين الصفة الأولى ريش مختلط بالأسود والبني، قالك هذه الصفة المتوحشة، كنقصد بمظهر متوحش هو المظهر الأصلي اللي كان في الأول، متفقين؟ إذا هذا الريش من يلاه تخلقو كان فيهم ريش بني أسود، وقعوا طفرات ولو وقع طفرة كتبدل الصفة، إذا ظهر مظهر لون ريش أحمر أصفر كيسميوه طافر، يعني ناتج عن طفرة. إذا شنو عطاوني هنا؟ هنا تصور بأنهم عطاوني خويييط غير قابل للنسخ. إذا عطاوني خويييط غير قابل للنسخ فضروري أنني خصني نسخه، وعطاو لي في المعطيات. إذا عطاوني هذا غير قابل للنسخ، ها هو أنا كتبته لكم. إذا السؤال الأول عطاوني ADN غير قابل للنسخ، وقال لك جبد الARN ميساجي وسلسلات الأحماض الأمينية. إذا أول حاجة خصني ندير خصني نردو مستنسخ قابل للنسخ. إذا هذا الشيء اللي درت باش نربحوا الوقت وما يكونش الفيديو طويل، حبست الفيديو وخدمت معكم هذا. إذا شوف معايا، إذا ها هو عطاوني خيط غير قابل للنسخ، نسخته، ها هو خيط قابل للنسخ، قابل للنسخ، ودرته هنايا. إذا إلا كانت عندي سي أج جي كتولي جي تي سي. إذا العلاقة ما بين الغير قابل والقابل فواحد مكمل للآخر. إذا ها هو نسخناه، درنا ليه النسخ، من بعد جبدنا الأي غين ميساجي، من قابل للنسخ جبدنا الأي غين ميساجي، صافي، ومن بعد جبد متتالية الأحماض الأمينية. غير هنا عطاوني نخدمو بواحد الجدول، الجدول اللي كيكون كبير شوية، هو غادي نقول لكم هنا غتشوفوا. اذا الجدول اللي هو كبير وشنو كيكون فيه؟ كيكون في دير بحال هكا، كيكون فيه الحرف الاول، الحرف واحد، هنا كيكون عندك الحرف جوج. مثلا الحرف الاول نديرو غير مثال باش تفهموا هذه القضيه هذه. اذا مثلا الحرف الاول مثلا كيرا كمثال، الحرف الاول عندي في الاي غير ميساجي هو السي، مثلا ها السي، هنا كاين السي A G U، وهنا غنلقاو ثاني مثلا A G U C، شافقين؟ إذا الحرف الأول شنو هو؟ الحرف الأول هو C، الحرف الثاني هو A، ها A. كنشوف التقاطع ديالهم في كيجي، يعني في هاد الخانة هذه، وهنا غادي نلقى C A G شنو هو الحمض الأميني ديالها. اذا غير انت خاصك تعلم تخدم بالطابلو الكبير وبالطابلو الصغير اللي تحط لك تجاوب عليه. اذا هاتي كان بالنسبه للسؤال الاول، متفقين؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني شنو عطاونا؟ عطاونا القطعه ديال الا دي ان المسؤوله على لون احمر اصفر، وقال لك بان هذه القطعه ناتجه عن عده طفرات ديال الحذف، وقعوا بزاف ديال الطفرات ديال الحذف. جبد لي العدد ديال القواعد الازوتي اللي تحذفوا والموقع ديالهم. اذا غادي نحبس الفيديو، كيطلبوا مني نجبد الفرق ما بين الاي دي ان اللي عطاني هذا اللون ديال الريش بني اسود واللون ديال الريش احمر اصفر. جبد العدد، جبد الطفره اللي وقعت. اذا هما راه ديجا قالوا بانه كان طفره ديال الحذف، باش كنعرف الطفره حذف، هنا عندي 235 وهنا عندي 232، اذا العدد ديال النيكليوتيدات نقصوا، اذا كاين طفرات حذف. اذا كيفاش غنجبد الطفره؟ اذا كيف ما قلت لكم، فالطفرة كنبدا المقارنة من اليسار. إذا هانت عندي سي أ جي سي أ جي سي 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 أ سي سي أ سي سي، متفقين؟ هادو لا وجود لطفرة، حيت بحال بحال. غير كنوصل ل 228 شنو كنلقى؟ كنلقى الأ دي إن تبدل. إذا غنبقى نحذف حيت هما قالوا لي طفرة حذف، غنبقى نحذف الادين حتى نلقى جي سي ا،
اذا هاد مازال ما وصلتش عندي ATC، مازال ما وصلتش للجي، اذا كنبقى غادي 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 حتى كنلقى الجي. انا لقيتها، ها هي الجي السيره. اذا طفره حذف غنبقى نحذف القواعد الازوتيه حتى نلقى هذه اللي كاينه هنا جي سي ا. اذا هاي جي سي ا سي سي ا، هاي سي سي ا جي سي ا جي سي ا جي سي سي جي سي سي تي جي ا تي جي ا. اذا شحال من نيكليوتيد تحذف؟ 3 و 3 وهاد السي هي 7، 7 ديال النيكليوتيدات. الموقع ديالهم من 228 حتى النيكليوتيد الاول في 230. اذا هنا جبد الطفر. اذا السؤال اللي هو ماشي صعيب سهل. اذا غندير ثانيا، نلاحظ حدوث طفره حذف. شحال نيكليوتيد؟ 7 نيكليوتيدات متفقين من الثلاثيه 228 الى اول نيكليوتيد في الثلاثيه 230. مزيان. من بعد قال لك استنتج العلاقه مورثه صفه، باش نتاكد علاقه مورثه صفه. اذا من تبدلات المورثه شنو وقع للبروتين؟ فالبروتين عطاوه اليوم ديال هذا الشخص هذا، تبدل البروتين. ومن تبدل البروتين تحولنا من صفة اللي هي بني أسود إلى صفة اللي هي أحمر أصفر. إذا كل تغير في المورثة يؤدي إلى تغير في البروتين، وبالتالي تغير الصفة. إذا هادشي اللي غادي ندير هنا، إذا نديرو عريضة تغير المورثة أدى إلى تغير سلسلة الأحماض الأمينية. إذا علاش؟ كما كيتبدل المورثة كتبدل البروتين إلى سلسلة الأحماض الأمينية، وبالتالي متفقين تغير صفة لون الريش من بني أسود لصفة هي أحمر أصفر. إذا كل تغير في المورثة يؤدي لتغير الصفة الوراثية، وهذا ما يبين العلاقة. شنو العلاقة؟ مورثة صفة. إذا هادشي اللي كان بالنسبة لهذا الفيديو. كيف ما شفتوا فهو فيديو اللي كان فيه الخبر الوراثي. دابا شحال من تمارين درنا في الاستنساخ والترجمة؟ 5 ديال التمارين، 5، جوج خدمناهم اليوم وثلاثة غادي تلقاهم في اليان ديسكريبسيون. كن على يقين بأن هاد التمارين كافيينك. إذا الحلقة الجاية غنخدم تمارين ديال الانترناسيونال، الحلقة اللي وراها غنبداو الانقسام الاختزالي باش ندخلوا للقوانين الإحصائية. إذا نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم.